صباح بحضراتكم في هذه الفقرة وملفات عديدة ومنها أزمات ومشاكل مستمرة معنا كل موسم، ومنها أزمات ومشاكل بيتم يعني القضاء عليها وإيجاد حلول ليها. دوري المحترفين أخيرا مع وضد والآراء المختلفة، يعني هنناقش كل ده طبعا، والكورة محليا وكمان عالميا. بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا كابتن أحمد سلامة، يعني مهاجم منتخب مصر السابق اللي منورنا، هو في أجازة حاليا لأن خلاص بقى بيشتغل في الخارج، ونتمنى ليه كل التوفيق طبعا في الخطوة الجديدة دي. صباح الفل. صباح الفل، ازي حضرتك؟ منورنا ومشرفنا. اهلا بيك. تعالى نبتدي يعني كلامنا معاك برؤيتك للموسم اللي لسه خلصان ده من الدوري، شفته ازاي؟ يعني لو في ايدك ان انت تلخص لنا الدوري ده كان عامل ازاي، وخلي برضو حط في اعتبارك وانت بتجاوبني على السؤال ده فكره ان كان في صراع الهروب من الهبوط طال 7-8 فرق، فده في حد ذاته ممكن يضعف من شكل الدوري، من حجم المنافسه اللي في الدوري ولا لا؟ والله بدايه يعني انا يمكن الموسم اللي فات ده موسم المواسم الجيده جدا على المستويات الثلاثه، يعني سواء انهاء البطوله بشكل جيد للنادي الاهلي وبفرق اسابيع عن نهايه الدوري بشكل مباشر، ومنطقه الوسط او وفيوتشر وبيراميدز وبعض الانديه اللي كانت تحتهم على طول، زائد الصراع اللي هو زي ما حضرتك قلت اللي هو الهروب من الهبوط يعني. طب. يمكن حرس الحدود، وده حاجه بتحزنني جدا ان انا ابن من ابناء نادي حرس الحدود، كان خلاص يعني بشكل كبير جدا او بشكل واضح من فتره ان هو خلاص من ضمن الثلاثه اللي نازلين يعني، لكن قبل الاخير والثالث من تحت ده اللي كان عليه شويه صراع اكتر. يعني قدر بعض الانديه بخبراتها وبتعاملها مع المباراه بشكل جيد وبالاستقرار والهدوء قدروا ان هم يخرجوا من دايره الصراع الهبوط ده، وزي الاسماعيلي مثلا، الاسماعيلي لحق نفسه من بدري شويه. كان في برضه بعض الانديه زي البنك الاهلي برضه في الاخر برضه لحق نفسه بشكل كويس، سيراميكا كليوباترا بنفس الشكل. يمكن كان الصراع في الاخر كان الداخليه، اسوان، اللي هم غزل المحله او يعني الانديه اللي هي نزل منها غزل المحله ونزل منها اسوان. على فكره معظمهم انديه شعبيه وجماهيريه. بالظبط، دي حاجه من الحاجات اللي بتحزننا جدا، ان انت الانديه الشعبيه عماله بتتضاءل وبتقل جدا في الدوري. متعه الدوري ان انت يبقى عندك جمهور للانديه اللي موجوده دي. طبعا. اصبحت الانديه الاكثر في الدوري هي انديه شركات او مؤسسات. يعني ده بيرجع برضو لحاجات او امور اكيد هنتكلم فيها في اللي جاي، لكن انا شايف ان هو الانديه الشعبيه لازم تشتغل على نفسها اكتر من كده، لازم تلاقي موارد، لازم تحضر اكتر، لازم، لان خلاص يعني بقت امر واقع ان انت عندك مؤسسات وعندك استثماري بشكل كبير جدا، يعني في جهات استثماريه كبيره بتتبنى انديه وبتشتري، زي بيراميدز ما عمل مع الاسيوطي، زي فيوتشر لما اتعامل مع نجوم المستقبل، زي يعني في حاجات بتحصل فاركو وغيرها. بالظبط، وفاركو والحاجات دي كلها. فلازم الانديه الشعبيه تلاقي موارد اكتر، تلاقي سياسات مختلفه شويه عن سياسه اللي انا مستني الحاجه تجيلي لحد عندي وبعتمد على ان انا عندي خلفيه جماهيريه كبيره وناس بتدعمني. لا، لازم شغل اكتر، لازم الجمعيه العموميه لما تختار رئيس نادي تختار رئيس نادي عنده حلول وعنده رؤيه اكبر واوسع وعنده خطط للمستقبل بشكل جيد يقدر يتبني عليها ان النادي يستقر بشكل كبير او بشكل افضل واكبر في الدوري الممتاز يعني. لكن لو فضل الانديه الشعبيه او الجماهيريه تختفي واحده ورا الثانيه، بتشتغل بنفس السيستم ده او بنفس الرؤى والافكار دي، مستحيل الانديه الشعبيه هيكون ليها تواجد في الدوري الممتاز الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا جدا، كلها ضخ اموال كبيره جدا طبعا. جدا من المستثمرين ومن المؤسسات. فاتمنى ان الانديه الشعبيه يقدروا يحافظوا على قيمه وعلى تاريخهم. بالظبط، على التاريخ اللي متواجد اللي اتبنى من سنين طويله يعني.